بالنسبة للجانب الساقط فعلى الانتباه، لأن الألوناكي والليفيس وبعض القديسيين مثل سانتا جيرمان ورئيس الملائكة ميكائيل وميتاتورن وجهوفا وهو يهوى ولوسيفر والدراغونز وجزء من إلوهيم الذين سموا أنفسهم أنو إلوهيم، وهم من قرروا الابتعاد عن الملأ الأعلى الأصلي واختيار مسار آخر، فقد أحبوا فكرة العبيد، أحبوا فكرة الإرهاب والإغواء وزرع جينات في الكواكب أو الأشخاص الذين يسكنون هذه الكواكب بمسح ذاكرتهم وإعادة كتابة التاريخ الذي يرضيهم كآلهة. فانتبه، الكل فاسد ويستخدم الأسماء الأصلية في التلاعب واستعباد العوالم عبر الزمن.